السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة معايا هنعمل الكشري البيتي اللي هنعمله في بيتنا، وبمكونات بسيطة وعلى قد إيدينا وبحاجات قليلة جدا، ونعمل حلة كشري محترمة وكبيرة وتكفي العيلة كلها بتكاليف بسيطة جدا، وكلها حاجات من بيتنا. وده شكل الكشري، وتعالوا أوريكم الخطوات هنعمل إيه مع بعض واحدة واحدة. مكونات الكشري معانا النهاردة، بسم الله الرحمن الرحيم: ربع شعرية، ربع شعرية، ربع مكرونة اسباكيتي، ربع مكرونة عادية أي مكرونة عندك، ربع رز، ربع عدس بجبة، بس أنا طبعا بلاه عشان كده باين إن هو كبير. أنا ده بس نقعاه في المية بقالي ساعة، ودي طبعا التوابل بتاعتنا اللي بنحطها لصلصة الكشري وصلصة الطاجن وكل الصلصات اللي أنا فهمتكوا عليها، عبارة عن كمون وفلفل وشطة وكزبرة وملح، وده البصل اللي هنجرنش بيه طبق الكشري في الآخر. وطبعا الحمص مش موجود معانا في المكونات دي، عشان انا حطاه على النار بيتسلق، عشان هو اكتر حاجه بتاخد وقت وبنسلقه لوحده. اما كل الحاجات دي ان شاء الله هنعملها مع بعض بطريقه سهله وسريعه وبسيطه، وهنعملها كل الحاجات دي في حله واحده مع بعضنا كده. وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. كده حطينا الحله على البوتاجاز تسخن، وهنزل فيها الزيت، نقول بسم الله. اول حاجه نعملها هننزل حبه زيت حلوين كده. الزيت خلاص قرب يسخن، هنزل عليه بالبصل. طبعا البصل انا مقطعاه زي ما انا مورياكم كده شرايح، عشان ده البصل اللي هحطه على وش الكشري متقطع كده. هنزل بالبصل على الزيت، دول بصلتين متوسطين، عشان طبعا زي ما وريتكم الحاجات اللي عندي كل حاجه ربع ربع. طبعا ممكن تقولي ايه هو ربع هيعمل ايه، مش هيكفي. لا، كام ربع على بعض؟ يعني انا معايا ربع مكرونه وربع شعريه وربع رز وربع مكرونه تاني وربع بتاع دوت عدس. كل الحاجات دي في الاخر هتجمع لي كيلو وربع، هتعمل لي حله كبيره جدا، حله يعني محترمه تكفي اسره. فالاربع دي هتجمع في الاخر كميه كبيره كده. انا حمرت البصل خلاص، هطلعه بقى في حاجه واوريكم هنعمل ايه بعد كده. ده البصل اللي حمرته اللي هحطه على وش الكشري، بصوا جميل ازاي. هنجيب بقى الشعريه، هننزل بالشعرية كده مكان الكشري مكان البصل، ونبدأ نحمر الشعرية كده. بحمر الشعرية اهو مكان البصل، وسايبة شوية بصل، ما تخافوش مش هيتحرقوا ولا اي حاجة، ده هيدوا طعم كده ونكهة حلوة للشعرية. بس الشعرية تلون كده تاخد اللون الذهبي، وهنزل عليها بالرز. انا طبعا غسلت الرز وجهزته معايا، وهنزل عليه على الرز على الشعرية بالرز. هنزل بالربع كيلو الرز بالظبط، ربع كيلو قد الشعرية، كل حاجة عندي ربع كيلو كده. شوحت الرز مع الشعرية، هنزل بالعدس عليهم، العدس المنقوع بس مش مسلوق. طبعا انا الكمية دي مفروض ان انا اعمل ثمن عدس بس انا بحب اعمل ربع. ليه؟ علشان كمية النشويات عندي ما تبقاش كتيرة، يعني هي البروتين الوحيد الموجود في الكشري هو الحمص والعدس، عشان كده انا بكتر من الحمص وبكتر من العدس، عشان ايه؟ اعمل معادله للبروتين مع النشويات. وبعد كده هنزل بربع مكرونه اي مكرونه عندك، وربع مكرونه اسباجيتي كمان، وهشوحهم مع بعض تاني. التوابل بقى اللي هحطها على الكشري، هحط الفلفل الاسود والملح والكمون بس. اما الشطه والكزبره هحطهم مع الصلصه، وهحط الميه كده، وهسيب الكشري كده يستوي بقى مع نفسه، وفي الاخر هوريكم شكل حله الكشري بعد ما استوى. ده كل الكشري انا طبعا هسيبها، بالنسبه لي انا هسيبها ربع ساعه، اول 10 دقايق هسيب النار عاليه، وبعد كده هوطي عليها لمده 5 دقايق. لو عندك النار واطية سيبيه تلت ساعة، نار واطية قوي سيبيه انت، على حسب برضو ايه نارك عاملة ازاي. وبعد كده هنعمل الصلصة مع بعض. يعني كده خلاص الكشري معايا جاهز اهو، مش ناقصه غير ان هو يستوي. هزود مية كمان شوية، ميته عادي زي الرز زي اي حاجة، يعني ميته يدوب تغطي كده، ما تكتريش عشان ما يطلعش معاكي معجن. كده حطيت الطاسه عشان اعمل الصلصه بتاعه الكشري، حطيتها وحطيت فيها حبه زيت،
وهنزل بشويه الثوم اللي انا مخزناهم معاكم قبل كده. دي طبعا التوابل بتاعتنا، الشطه، الكمون، الفلفل الاسود، الكزبره، بنزل بيهم كده مع الثوم. وبعد كده بنزل بشويه خل بعد ما اشوح بس التوابل كده في الطاسه شويه، اديها تحميصه عشان التوابل دي فيها زيوت طياره، فلما انا بشوحها في الزيت كده بتنشط الزيوت الطياره دي وتدي نكهه حلوه قوي للاكل، بتبقى ريحه التوابل كانك لسه جايباها وطحناها دلوقتي. وانا كده كده اساسا بجيب التوابل وبطحنها في البيت على ايدي، عمري ما بجيب توابل ابدا بتكون مطحونه من بره. نقول بسم الله وننزل بالخل، معلقتين بس خل، نروح نازل عليه بالصلصة. بسم الله، الصلصة اللي احنا عاملينها مع بعض بصوا جميلة ازاي، تقيلة وقوامها حلو، واقل شوية يقلبوا الحلة، يعني اقل معلقتين صلصة من دي تلاقوهم حمروا لك احسن طبخ، كان كشري ولا محشي ولا اي حاجة ولا مكرونة، خلاص مش تقعدي بقى تضربي في القوطة في الشفشق وتقعدي تسبكي وتعملي، لا خلاص هي كده جاهزة وريحتي نفسك وبتبقى مسبكة، يعني بصوا ما فيهاش مية ازاي، هي اصلا عشان انا مسبكاها قبل ما اضربها في الخلاط ريحت نفسي وريحت الخلاط واختصرت الوقت معايا عشان ما اقعدش على النار كتير. بس بعد كده هنزل بالمعلقة السكر والمعلقة الملح، دي معلقة كبيرة سكر والمعلقة الملح طبعا اساس الصلصة زي ما قلت لكم قبل كده، هي معلقة السكر والمعلقتين الخل والكزبرة الناشفة والكمون، هو ده اللي بيخلي الصلصة جميلة جدا. الكشري بعد ما تشرب، بسم الله، هو تشرب ميته بس لسه عايز كده 5 دقايق، مفلفل وجميل ازاي، هيكمل سواه تاني، هغطي عليه واسيبه كمان شويه واوطي عليه خالص واسيبه يتشرب. نعمل الدقه بقى بتاعت الكشري، حطيت الحله وفيها حبه زيت، واحط حته التومه حمرنا التومية كده تصفية، بس هنزل عليها بالكمون والكزبرة، تشويحة وشوية خل، وعصرة ليمونة، كوباية كبيرة مية، دي كده الدقة بتاعت الكشري. قادرة اقول لكم ريحة الدقة طالعة عاملة ازاي، بالليمونة والمعلقة الخل ومعلقتين الخل دول، الريحة ما شاء الله، ريحة الدقة طالعة حلوة قوي. وده كده حبة الكشري الجامدين قوي ما شاء الله، شوفوا جماله، شوفوا مفرفل وجميل ازاي، مفيش حباية لازقة في التانية، وريحته بسم الله ما شاء الله، مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي. هنغرف بقى طبق الكشري، شوفوا بصوا ما شاء الله كل المقادير قد بعضها متساويه ازاي، المكرونه قد العدس قد الرز قد الشعريه، ما شاء الله عليه، يعني طبق الكشري كامل متكامل، طعمه تحفه وما شاء الله على ريحته وعلى جماله. هنبدا اول حاجه نعمل ايه بقى، هنجيب الحمص ده زي ما انا قلت لكم انا بحب احط حمص عليه كتير عشان هو ازود البروتين اللي فيه ما يبقاش كله نشويات، هوزع شويه حمص حلوين كده عليه، انا رشيت كده كام وحده حمص عشان برضو تدي للطبق قيمه غذائيه. وبعد كده هرش عليه الصلصة، هنزل عليه الصلصة الجميلة، بصوا جمال الصلصة، بصوا قوامها حلو ازاي، دي الصلصة اللي احنا عاملينها في البيت، هنزل على الكشري كده بسم الله ما شاء الله ريحة الصلصة
ولا صلصة كشري ولا صلصة طاجن، يعني سيبك من أي حاجة بره، الحاجة اللي في بيتك لها طعم تاني ولها إحساس تاني خالص. أنا بقى هحط حبة الصلصة دول وهحط صلصة كمان جنب الطبق، واللي عايز يزود يزود. وبعد كده هنزل ببقية الحمص، هرش حبة حمص حلوين كده، والبصل اللي احنا حمرناه في الاول خالص، انا لا بحط له دقيق ولا بحط له خل ولا اي حاجه، هو البصل بصوا مقرمش ازاي، بصوا بيتكسر ازاي، عشان احس بطعم البصلايه وسكرتها كده، واحس ان انا باكل بصل مش باكل اي حاجه تاني. ما شاء الله ناشف ومقرمش. هرش كده على طبق الكشري، احلى طبق كشري في الدنيا اللي تعمليه في بيتك وتبقي عارفه مكوناتك ايه وانت عامله ايه، وما كلفناش حاجه، زي ما قلت لكم من كل حاجه ربع كيلو، احسبوا هتلاقوه مبلغ ولا اي حاجه، يعني مبلغ بسيط جدا جدا جدا، وعمل لنا كميه كبيره جدا. وانتوا شفتوا الحله قد ايه اللي احنا عملناها، وما شاء الله طعمه حلو، وكل الحاجات اللي بتتجاب من بره او كل اللي بيجي في طبق الكشري اللي بره عملناه في بيتنا كده. كل المكونات انا عملتها في حله واحده قدامكم، حمرت البصل وشلته وحطيت مكانه الشعريه، وبعدين حطيت الرز والمكرونات وزودت الميه وسويته على كده. وبعد كده عملت الدقه بالخل والليمون والثوم زي ما وريتكم، وعملت دي شطه زيت اللي بنجيبها من عند بتاع الكشري، اللي حابب يحط شطه يحط واللي مش حابب ما يحطش، لان انا اساسا حاطه على الصلصه شويه شطه.